نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس كتلة المحور النيابي يعد تعويض المتضررين أولوية ملحة لحماية السلم المجتمعي. محافظ صلاح الدين يتبنى خيار دعم الصحفيين ويقر ضوابط جديدة في تنفيذ المشاريع الخدمية. انتقادات لاذعة لإدارة صندوق إعادة الإعمار بسبب مزاجيات توزيع الحصص بين المحافظات المنكوبة. مليون دونم زراعي في صلاح الدين مؤشرا على عودة الاستقرار وانتعاش حياة الفلاحين. نهاية النشرة، لكم منا أطيب تحية ودمتم بخير. إلى اللقاء.